وهذا مطلب عزيز. وقد ابتلينا في هذه العصور بصوارف كثيرة صرفت الناس عن الإخلاص، وإذا كان العلماء قديما يشكون من ضعف الإخلاص حتى قال بعضهم: ما وجدت شيئا علي أعظم من النية، لأنها تتقلب عليه. وسئل الإمام أحمد عن طلب العلم: هل طلبتموه لله؟ قال: أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. إذا كان السلف على هذا الحال فكيف بنا في هذه العصور؟ العلم اليوم أصبح وسيلة للوظيفة، العلم أصبح وسيلة للشهادة، العلم أصبح وسيلة للدنيا، العلم أصبح وسيلة للشهرة، العلم أصبح وسيلة حتى لجمع الأموال. هذه أمور عظيمة. قديما كان لا يطلب العلم إلا من أراده، ثم اليوم كثر طلاب العلم وتنوعت مقاصده في طلبه، والناس اليوم لا يظهر لهم من الناس إلا ما يبدو من الكلام والأفعال، وقد تلتمس معرفة بعض المقاصد بما ترى من بعض الآثار وبعض الأعمال التي تصدر ممن ينتسب للعلم، كتحريق الكتب أو بيعها بعد الحصول على الشهادة، أو إهداءها بعد التقاعد. يعني عضو هيئة التدريس إذا تقاعد يهدي الكتب، كأن العمل انتهى انتهاء الوظيفة، وهذا شيء خطير، إلا إذا كان استغنى عنها بغيرها. وجدت وسائل الآن، نحن لا نشكك في كل شيء، ولكن هناك أمور يعني خطيرة حقيقة أن يتخلى طالب علم عن مكتبته وهو حي، حتى مع كبر السن وقرب الأجل لو بقي الإنسان يوما هو محتاج إلى كتبه، ولا بأس أن يوصي بها بعد موته. فالمقصود أنه كثرت الصوارف عن العلم، وأصبح الناس يحتاجون اليوم إلى مزيد عناية وإخلاص في طلب العلم لله تبارك وتعالى، وهو أن يكون مخلصاً في طلبه، يبتغي بعلمه وجه الله، وهذا هو الإخلاص.